يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم 2 إبريل اللي بيوافق طبعا 11 رمضان. واحنا بنتكلم على رمضان لسه وعادات المصريين في رمضان، وزي ما احنا عارفين طبعا ان المصريين على طول بيشتهروا بالجدعنة، لكن سؤالنا بيقول لو انت عازم مجموعة على الفطار وواحد فيهم اتأخر هتاكلوا ولا هتنتظروه لما يوصل؟ هنعرف بقى هنا الجدعنة تحديدا وايه اللي بيحصل ما بيننا وما بين بعض في جروبات الفطار او مجموعات الفطار. وابدأ بسؤال الجمان، هتستني ولا هتفطري؟ عايز اقول لك الاجابه الحقيقيه ولا طبعًا. اقول لك اللي بيحصل ولا اقول لازم اقول الحقيقه؟ طبعا. بص فاقول لك على حاجه، لو انا اللي عازمه في بيتنا يعني لو حد عايز ياكل اكيد مش هقدر اقول لحد ما ياكلش، يعني بس احاول اخر الموضوع على قد ما اقدر، بس انا لازم استنى الناس اللي جايه في الطريق بما ان انا صاحبه البيت يعني. لو انا رايحه عند حد وبتاخر كالعاده وده اللي بيحصل، انا بتضايق لما احس ان حد يعني قاعد مستنيه بتوتر، لا كله وانا ما اجي هاكل يعني. فبس هو طبعا المفروض يعني هنتكلم على الاتيكات والذوق، لازم طبعا تستنى. صحيح. ولو ضيوف موجودين بتحاول تضايف اكيد الناس اللي موجوده لغايه ما الباقي يوصل، بما ان احنا في رمضان يعني يا سر رمضان مش هينفع في ميعاد مغرب يقول الله اكبر كل ده ومستنيين اللحظه الحاسمه. بالظبط يعني، بس ممكن تبتدي الناس بتبتدي بتمر، تبتدي بميه على ما الناس تيجي برضو، لانه مش من الذوق اصلا انت تتاخر قوي برضو على ميعاد يعني عزومه ايا كان هو ايه، خاصه في رمضان. صحيح. فالحاول الواحد يحاول يقدر ظروف الناس كل يعني كلنا نقدر ظروف بعض. انت ايه بقى؟ يعني بص انا هنعمل هنا بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطار. فانا بالنسبه لي خلاص انا هعمل بالسنه والدين بيقول ايه؟ نعجل بالفطار. وفكره كمان تعجيل يعني هي دي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، فكره تعجيل الفطار وتاخير السحور. فانا بالنسبه لي لا، انا بعجل بالاثنين، فطار سحور بصراحه بعجل يعني عشان اكون صريح برضه، يعني احنا صايمين. لكن زي ما انت ما قلتي انا متفق تماما معاكي في فكره لو انا اللي عازم فانا لازم استنى الشخص اللي موجود ذوقيا، لان انا بحس ماشي هو برضه غلط ان هو يجي متاخر شويه، بس ما خلينا نتكلم برضه احنا في صيام يا جمانة، واحيانا عارفه الساعه الاخيره دي بتلاقي ان في سباق ريس، يعني سباق ريسنج معمول في الطرق، الناس بتتصارع بشكل مخيف موجود في الشوارع، وكان اللي هو يعني طب انزلوا بدري يعني، طالما لو احنا اكتشفنا ان احنا يعني خلاص فاضل اللحظه الحاسمه في وقت الفطار فاحنا نطلع نجري. لا يعني ربنا يسلم طريقنا كلنا طبعا وربنا يحفظ الجميع، لكن فكره ليه دايما ناجل كل حاجه لحد اخر لحظه؟ عشان كلنا بنفكر نفس التفكير اللي انا هروح واقعد استنى فهبقى حاسس بالجوع اكتر. انا هنزل يعني على قد ما اقدر متاخر عشان اروح اجيب الحاجه الحلوه او الحاجه اللي انا هجيبها وانا رايح، فالدنيا تبقى فاضيه فاروح. الحقيقه صح. اللي بيحصل ان انت بتنزل الدنيا بتبقى زحمه لان كلنا بنفكر نفس التفكير، بتروح تجيب الحاجه اللي انت عايز تجيبها بتلاقيها خلصت وتلاقيها زحمه برده، الناس زحمه جدا لان كلهم واقفين في نفس اللحظه. ما هي دي الفكره، احنا كلنا عارفه كلنا شبه بعض. والله دي حقيقه، كلنا فعلا شبه بعض في العادات بتاعتنا او الطقوس بتاعتنا تحديدا في شهر رمضان. نفس القصه يعني دلوقتي ربنا يعني يجعل دايما بيوت المسلمين عامره بالمصلين فيها، وجوامع طبعا كلها بتبقى عامره، لكن هتلاقي تحديدا العشر ايام الاخاره في رمضان هتلاقي الناس بتقتل بعض في صلاه التراويح، عارفه اللي هو من كتر الزحمه ومن لا كتر بس دي يعني ايوه بس نقدر ليه لازم كلنا نصلي في المسجد الفلاني؟ هي دي الفكره. لا هو كلها بيوت ربنا. انا بالنسبه لي هي دي بقى اللي يعني بالنسبه لي، لكن انت هتلاقي يعني مثلا مسجد عمرو بن العاص هتلاقي الناس كلها لازم بتبقى نوع من انواع عارفه اللي هو احنا تارجت عندنا اللي احنا لازم ليله 27 نصلي. مظاهر رمضان برضو، بما ان احنا بنتكلم على قبل الفطار، قبل الفطار دايما وانت ماشي بتلاقي طبعا ناس كتير قوي في الشارع بتحاول توزع حاجات. صحيح. على الناس اللي بتبقى في العربيات اللي مش هتلحق الفطار، ودي عاده الحقيقه عندنا في مصر حلوه جدا 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 جدا. بس احيانا الموضوع برضو بيتعمل بعرف بشكل صعب عشوائي يعني شويه، مش فكره عشوائي بس ممكن حد تلاقي حد واقف في نص الطريق فجاه بجد. شخص واقف في نص الطريق هو قصده خير وبالعكس عايز يعني يفطر صائم وياخد الثواب، طبعا حاجه عظيمه
وهايلة ومن واحدة من يمكن نقول العادات أو السمات اللي موجودة في مصر في رمضان صحيح. على طول وصغيرين وكبار ومسيحيين ومسلمين. لسه كنت أقولك الحلو فيها كمان اللي هتلاقي أغلب الناس اللي بتفطر مسيحيين. آه دي حقيقة. فهي بس أحيانا دي اللي بيبقى فيها مشكلة، بس أهم حاجة عشان سلامتك كمان، سلامة الشخص اللي بيبقى بيفطر واللي بيعمل الثواب ده، ما تحطش نفسك برضو في خطر، لأن ممكن إحنا وإحنا صايمين التركيز بيبقى طبعا قليل شوية، حد بيبقى مستعجل جاي بسرعة فممكن ما ياخدش باله، فلا قدر الله ممكن تحصل مشكلة. ولكن بقى بصمد أنا شفت أول امبارح بصراحة مشهد مش هقولك إن هو جديد، بس أنا فعلا بيني وبين نفسي كده توقفت عنده قعدت أفكر فيه كتير. لقيت أسرة أب وأم وولدين صغيرين، راجل نازل بعربيته حاطط مية وعصير وتمر في شنطة العربية، ومراته واقفة جنبه وأولاده الصغيرين بيوزعوا معاه التمر والمية والعصير على المرة. طبعا أنا الحقيقة يعني انا كنت هلحق عادي افطارنا في البيت، يعني ما كنتش بعيد قوي بصراحه، بس حسيت ان انا وقفت وقعدت اتكلم مع الاولاد الصغيرين جمال بشكل ما شاء الله الله اكبر. وبعدين تخيلت شكل الاولاد دول لما يكبروا هيبقوا عاملين ازاي، الخير والبركه اللي في البيت ده الله اكبر، يعني ربنا يبارك يا رب. في توزيع بقى وجبات رمضان، يعني امبارح برضو شفت ده في اكتوبر يعني في توزيع وجبات رمضان، والراجل واخد الوجبه بيديها لابنه عشان هو اللي يديها، عارفه هو قوي. بيزرع جواه هي حاجه صغننه قوي، حاجه بسيطه، حاجه صغيره قوي بالزبط. لكن بيزرع جواه مبادئ وقيم وعادات وتقاليد الخير والرحمه والمساعده صحيح. والتكافل وكل الحاجات اللي يمكن لو قعدنا نقول عليها وننظر فيها مش هتوصل غير بالشكل ده، الشكل البسيط السلس اللي هو زي ما احنا بنقول دايما انه الأب والأم هم مرآة أولادهم، فلما يبقى ده موجود من هم صغيرين وعادي، ومفروض إن إحنا كل شهر بننزل في الشارع عشان نعمل خير، مش شرط حد يكون محتاج، بس ممكن يكون حد متأخر شوية، حد عنده مشوار مش هيلحق الفطار. حقيقي كان من أحلى المشاهد والمواقف اللي أنا شفتها في رمضان، مش هقول إن دي أول مرة، بالعكس يعني الخير فيه وفي أمتي ليوم الدين بالعكس تماما، ولكن المشهد نفسه حلو قوي، إن أسرة نازلة قبل الفطار على طول، حتى الأم اللي ممكن تقول أنا هقعد بقى احضر لكم الفطار على ما انتوا تيجوا، لا كانت موجوده في الشارع، فده طبعا بيتطلب منها انها تكون قايمه من بدري اكتر ومجهزه الفطار من بدري اكتر عشان تقدر تكون موجوده في الشارع. يعني على اي حال ربنا يا رب دايما يديم بينا المحبه والموده، ودايما يجعل بيوتنا يا رب عمره ان شاء الله، وكلنا دايما ايدنا في ايد بعض، ودايما مواقف حلوه واوقات حلوه واوقات مفترجه كمان تعدي علينا مع بعض كل سنه، ورب دايما كلنا بخير. خلينا نبدا مع حضراتكم حلقتنا، صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.